ما الأدلة على وجود الله؟ الأدلة على وجود الله إجمالاً أربعة، أدلة إجمالية أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. العقل: يستحيل أن يأتي عاقل على وجه الأرض ينظر هذا الانتظام البديع في الكون، المجرات والبحار والأنهار والأشجار وتعاقب الليل والنهار، إلا ولا بد أن يثبت أن لهذا الكون خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الثاني: الحس. تكون في كرب وشدة، ترفع يدك للسماء تقول يا رب يا رب يا رب، فرجها، تجدها تنفرج. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ما في السماء من سحابة، لم ينزل عليه الصلاة والسلام إلا لحية النبي صلى الله عليه وسلم تقطر ماء، دليل حسي محسوس. الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، أخذوا يدعون وإذا بالصخرة تنفرج أمامهم، دليل محسوس ملموس. الفطرة: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه، وهذا الإشكال عندنا في هذه الأيام، أفلام كرتون يعلم الأولاد السحر، وأصبح السحر في أفلام كرتون شيء متفق عليه ومن المسلمات، والأولاد الصغار في الغالب إذا سقط منه سن استقبل ماذا؟ الشمس، وقال يا شمس يا شموسة خذي سني. صحيح السن، الشمس تعطيك سن العروس أو سن العجوز أو كذا، هذا الشرك أكبر. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الرابع: الشرع، وهو كثير، بل لا يوجد آية في كتاب الله إلا وتدل على التوحيد.